أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم إصابة 5 أشخاص وهدم منازل في غصف جوي على مدينة بابانوسا بغرب كردفان. وجولة السودان تلتقي الصحفي والإعلامي صلاح محمدي. بالضبط الساعة 7 إلا ربع في الحقيقة قصفت هذه الطيارات ثلاثة مناطق حوالي بابانوسا والمنطقة الثالثة داخل بابانوسا في حي أبو إسماعيل. وفي جولتنا أيضا شكاوى من مواطني شمال دارفور بسبب تأخير وصول المساعدات الإنسانية، وجولة السودان تلتقي حاكم الإقليم مني أركو مناوي. الطوف ده نحن يجب أن نتعامل مع كل الأطراف من أجل تحريك الطوف وإحياء الطريق وكذلك استمرار الحياة يعني. وفي جولتنا أيضا 1673 إصابة و44 وفاة بالكوليرا في القضارف، وتسجيل أول إصابة بمركز إيواء الجباراب للنازحين بالقضارف. وجولة السودان تلتقي الصحفي بخيت عبد الله بخيت. مجمل الإصابات 1673 وفيات 44 لحد هذه المسجلة في تقرير لا صحة الولاية القضارف، هاي إصابات 1673 بالتسجيل الإجمالي الوفيات لحد هذه 44 وفاة، هاي مضمنك 3241 بالتوتال بتاع الإصابات كلها، فيات 35 وفاة. وفي جولتنا أيضا اغتصاب طفلتين بمعسكر هشابة بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور، وجولة السودان تلتقي الناشط المجتمعي فرح عبد الله. تم اغتصاب طفلتين في عمر 10 سنوات يوم أمس في ولاية ميرشينغ بمعسكر هشابة، عمر 10 سنوات تم نقلهم إلى ولاية شمال دارفور مباشرة. ونختم جولة السودان اليوم من مدينة وادي حلفة والتي تشهد تكدس للشاحنات والعربات التي أدت إلى إغلاق الطرق الرئيسية. وجولة السودان تلتقي رئيس الغرف التجارية عصام الدين محمد الخير. بخصوص العربات اللي هم قافلين الطريق، هم كانوا ناس البرادات والجرارات وكان مشكلتهم غير يعني بالنسبة للبسط. كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من مدينة بابانوسا والتي أصيب فيها 5 أشخاص في غصف لسلاح الطيران التابع للقوات المسلحة صباح اليوم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وهدم عدد من المنازل. جولة السودان التقط الصحفي والإعلامي صلاح محمدي من مدينة بابانوسا ليعكس لنا الأوضاع في المدينة، مرحبا بك. في حوالي الساعة 6 والدقيقة 45 يعني 7 إلا ربع كان في طائرات بتحلق منذ الساعة 6 صباحا في سماء مدينة بابانوسا، وفي بالضبط الساعة 7 إلا ربع في الحقيقة قصفت هذه الطيارات ثلاثة مناطق حوالي بابانوسا والمنطقة الثالثة داخل بابانوسا في حي أبو إسماعيل شرق. الحمد لله هنالك إصابات وتهديم للبيوت، ولكن إصابات متفاوتة، تم نقلهم كلهم لمستوصف الجميرة لتلقي العلاج والآن حالتهم مستقرة. المصابين بينهم طفل عمره 6 سنوات زائد هنالك برضو إصابة لامرأة تبلغ من العمر حوالي 35 سنة، الآن يعالجوا أو يتم علاجهم في مستوصف معاوية بأبو إسماعيل. وهنالك أيضا قصف في منطقة البابلاين إلى الشرق من مدينة بابانوسا حوالي 10 كيلومتر، وكذلك في منطقة قريبة من بوطة كذلك حوالي 10 كيلومتر كلها إلى الشرق،
فهذا الطيران، ويقال إنه هذا الطيران هو من ماركة أو من نوع أنتينوف. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. ومن ولاية غرب كردفان ننتقل إلى ولاية شمال دارفور، والتي اشتكى فيها المواطنين من تأخر المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى ندرة في السلع الأساسية في ولاية شمال دارفور. جولة السودان التغت حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي للمزيد حول تأخر المساعدات الإنسانية لمواطني ولاية شمال دارفور. مرحبا بك. بخصوص الموضوع الطوف ده مهم جدا. الطوف ده نحن يجب أن نتعامل مع كل الأطراف من أجل تحريك الطوف وإحياء الطريق، وكذلك استمرار الحياة. يعني لا, 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 لا يمكن أن نمنع الحياة بحكم أنه الناس متشاكسين والأطراف متحاربة، نمنع الحياة بتاع ملايين المواطنين في دارفور من الطوف. فلذلك أنا يعني أقدر أن هنالك تقدير كبير جدا لقوى المشتركة والظروف التي تعمل في الحقيقة في أقصى وأصعب الظروف. قوى المشتركة بتقوم وبتعمل يعني في مجال، سواء كان في الجانب المالي، الجانب اللوجستي، والجوانب الأخرى، حتى الأمن بتاعتهم نفسي برضو. هم عندهم عدد من الشهداء من أجل يعني في الحقيقة حماية المواطنين وحماية القوافل وحماية المواقع العامة، بما في ذلك حماية مواقع المنظمات الدولية والأممية. فده كلها يعني في الحقيقة الناس ديل، القوى المشتركة ديل قدمت قدمت في الحقيقة يعني شهداء، وقدمت أرواح، وقدمت في الحقيقة بأنفسهم في كثير جدا من ما يمكن لا يمكن أن تقدم. لكن في ده أنا أقول لكم إنه رغم ظروفهم المتواضعة والحوالهم الصعبة، لكنهم ستستمر في تحريك إن شاء الله الطريق وإحياء الطريق وتوفير سبل الحياة من أجل استمرار الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وننتقل إلى ولاية القضارف، والتي سجلت 1673 إصابة بالكوليرا و44 وفاة، بالإضافة إلى إصابات بحمى الضنك حسب ما جاء في تقرير وزارة الصحة. وسجل مركز إيواء الجباراب بمدينة القضارف للنازحين أول إصابة وسط النازحين اليوم. جولة السودان التغت الصحفي بخيت عبد الله بخيت للمزيد حول الوضع الصحي والجهود المبذولة من الحكومة لإصحاح البيئة وحصر الكوليرا من الانتشار. مرحبا بك. مجمل الإصابات 1673، توفيات 44 لحد هسه مسجلة في تقرير الصحة. الولاية القضارف هاي إصابات 1673 بالمسجل الإجمالي، الوفيات لحد هسه 44 وفاة، هاي مضمنك 3241 ده التوتال بتاع الإصابات كلها، وفيات 35 وفاة. في 35 سجل في الحديث في طابات، في طابات في الكوليرا والضنك برضو، في طابات في تردي واضح تحت البيئة الولاية عموما. استخدم أكثر المناطق اللي هي فيها حي الرياض، المطار، ديقنا، أدوبنا، في برضو التضامن، وفي حي اسمه البقعة برضو الحالات قاعدة تسجل لحد هسه. ده الإجمالي الوفيات ده كله مما بدا حسب التقرير الرسمي بتاع وزارة الصحة. نعم. أي مما بدا المرض ده حسب ده الإجمالي كله. المدينة الفراق فيها يعني على مستوى في مبادرات يمكن شغالة، هذاك برضو وزارة الصحة في شغالة، في منظمات برضو تانية شغالة، لكن المجهودات يعني دون الطموح، يعني ما حاجة ما ملبية بالنسبة للوضع ذاتها. يعني التدهور بتاع صحة البيئة اللي هو يعني في يعني نفايات بصورة كبيرة جدا، انتشار بالنسبة للذباب. الموضوع ده حاليا محتاج لوقفة كبيرة، يعني المنظمات وزارة الصحة بالذات. في إصابات هسه يمكن في إصابة كان في الجبارات، مدرسة بتاعت الجبارات فيها نازحين، في إصابة اليوم كانت كوليرا، كوليرا كانت إصابة بتاعت كوليرا لامرأة كانت في المركز بتاع الجبارات للنازحين. والله وقع النازحين سيئة جدا، يعني في المدارس يعني هم بيعانوا من يعني مشاكل صحية، مشاكل تردي في الخدمات، كل الحياة دي عندهم فيها مشاكل. يعني عندها تيم بتاع تغطي أصلا بيصل الحالات كلها، يعني بيقوم في تغطي، بيتم تعغيم بالنسبة للمكان، بيتم توزيع كالور من التروية صابون للمكان بتاع الحالة ذاتها. بعد ذلك المصاب بيكون في العزل لمركز العزل، بعد ما ياخذ العلاجات بعد ذلك برضه بيطلع من العزل، بيكون في متابعة في البيت بعد ذلك. لكن الإصابات لسه مستمرة لأنه في تردي يعني في أخذ البيئة، في
مشاكل في النفايات، في حاجات كثيره يعني. بالإضافة طبعا الوضع الاقتصادي اللي هو بيساهم بصورة مباشرة في الحياة السوق، يعني أكثر أغلبية الناس هم بيكونوا باعة دائما متجولين وفريجين وكذا، لكن حركة الشراء ضعيفة شديد لأن الوضع الاقتصادي صعبة، مرتبات ما في، حتى القروش ذاتها أو السيولة معدومة حاليا، فأكثر شيء بيكونوا باعة متجولين الناس الفاشلين، لكن يعني الناس بيشتروا بساط إقبال بسيط ما كبير يعني ما هو صورة كبيرة يعني بسيط، الأسواق كلها فيها حركتها يعني شوية ضعيفة ما زي أول. مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى محلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور، والتي شهدت حالتي اغتصاب لطفلتين تبلغان من العمر 10 سنوات بمعسكر هشابة، بالإضافة إلى الأوضاع العامة بالمحلية. جولة السودان التغت الناشط المجتمعي فرح للمزيد حول الأوضاع في محلية ميرشينغ، بالإضافة إلى تفاصيل اغتصاب الطفلتين. مرحبا بك. الآن طبعا محلية ميرشينغ من ناحية الاقتصادية يعني الناس معانين معاناة كثيرة جدا من ناحية الاقتصادية، لأن الزراعة ذاته اتأكلت في موسم الزراعة بالنسبة للحرب، الحرب بتاعت 15 إبريل نوع من المخلفات بتاعت الحرب، إنه محلية ميرشينغ تم أكله بكامل الموسم الزراعي، و بعدك نعم كل المزارع بتاعت ميرشينغ اتدمرت من ناحية الجنوبي ومن ناحية الشرقي ومن ناحية الغربي. نعم الرعاة الناس اللي هم قاعدين يحملوا الأبقار والإبل والدعن والمايس، وهم ديل اللي هم تم حرق بتاعت الزراعة وأكل الزراعة بأموال الناس. وطبعا يعود الدولة السودانية طبعا يعني فقدت الأمن تماما، ما في زور براءة لوجود بتاعت مواطن، يعني كده إنه المواطن بيجي يتهيأ وبيجي يدفع فواتير في الحرب كل عام. يعني بهذا العام يعني الاحتكاك مع الراعي والمزارع حتى 4 وفيات في مشتى ميرشينغ، وتم ضربهم في داخل مزارعهم من أجل جنوب من أجل إنهم يحموا زراعة من الأكل، عشان إنه يوفر له نسبة العيش، وتم قتلهم يعني بالرصاصات الحية في مزارعهم، وأنا بعتبر إنهم ديل شهداء في حقهم. بعد ذلك إنه يعني لا زال مستمر القتل، نعم وكان لهم لوحدي، لكن إنه في عملية بتاعت الراعي ذاته فيها يعني نوع من المخلفات بتاعت حرب دخلها، إنه هو يكون شنو يسيطر على البلد ويكون فيها، أقول لك البلد ما فيه حكومة، والمهم البلد ما فيه حكومة خلاص، يعني أنا الحاكم، إنه زول اللي عنده السلاح اللي عنده سلاح هو الحاكم، غير كده ما بيشوفوا زول إنه مثلا هو زول مثلا إنسان في قيمته إنسان، لكن الزول اللي عنده الملكية وده هو بيتشاف هو الحاكم الآن في السودان. يا معسكرة النازحين، أولا معسكر حشابة، يوم عارف إنه برضو واحد من السن الحاجات المأساوية اللي بيت تحصل داخل المعسكرات، يعني تم اغتصاب بيتين في عمر 10 سنوات يوم أمس في مهلة ميرشينغ من ضمن المعسكرات بتاع مهلة ميرشينغ، إنه معسكر حشابة وعمر 10 سنوات، وده أكد لنا إنه معسكرات يعني في نوع من الحشاشة ونوع من الاستفزازية اللي قاعدة تحصل من ناحية بتاعت الملايش البعيدين. نعم تم نقلهم إلى ولاية شمال دارفور الفاشر، والله لحد الحمد لله حتي وصلوا لولاية شمال دارفور الفاشر، وتم نقلهم إلى المستشفى الفاشر الجنوبي، والآن هم يعني في الصحة والعافية، ربنا يتم لهم العافية والشفاء العاجل للشفاء العاجل. نعم والله بالتأكيد إنه الآن طبعا يعني من سيرورة بتاعت الحرب ومن ضمن المخلفات بتاع الحرب إنه يعني كل المنظمات الآن خرجت من ولاية جنوب دارفور، وتم تدمير المؤسسات بكاملها، والآن المعسكرات بقت تعاني من ناحية الاقتصادية، حتى الآن إن في بعض منهم يطلب إلى الخلاء لجلب الحطب ولجلب بعض المنتجات بتاعت الخلاء، وبرضو بيحصل فيهم الجلب والضرب، ولا زال انهم متحملين عشان انهم يكونوا شنو عايشين من اجل البقاء في الارض، وده من ضمن المعاناه اللي قاعد تحصل في داخل معسكر الهات بتاع ميرشينغ، داخل معسكر حشابه ومعسكر السيلو،
ومعسكر تيجي ومعسكر شاواي ومعسكر دونكيتر وكل ما لم يذكر المعسكرات اللي لم نذكر اسمهم كلهم معانين بنفس الكيفية. ما بأي مستشفى الآن كده شغال على مستوى مليان مرشين كلها عبارة عن صيدليات والناس اللي هم برضو جارين يعني تجارة عمل تجاري كده بيجيبوه عشان إنهم ذاتوا من أجل البقاء إنه يلقوا فائدة في الدواء مثلا دواء بيجيبوه بخمسة ألف مثلا المشروب بتاع الطحين عمر سنة أو سنتين بيجيبوه مثلا بخمسة ألف يعمليه بستة عشان يلقوا يشربوا حاجة كده هو ذاته يكون مستغرب عشان إنه هو يخفف من معاناة برضو بتاعة الأطفال داخل المعسكرات بتاعة النازيين وداخل المرشين. لكن الآن كده ما في أي مستشفى شغال في المرشين حتى الأمراض اللي قاعد تحت إلا الناس بتحرك تمشي لولاية شمال دارفور الباشر. وبعد مرور من الفترة إنه مثلا يوم كامل أربع أو خمس ساعات عشان إنه أنت تصل لباشر وشايل لك مريض يعني خيط لا نرد إلا نقول إنه ربنا سبحانه وتعالى هو المغير الأمور. يعني بجد هنا والله معانين المعسكرات بتاع مرشين معاني المجتمع بتاع مرشين كلها معاني بكل أنواعه. ونختم جولة السودان اليوم من مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية والتي تشهد تكدس للعربات والشاحنات مما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بولايات السودان الأخرى والطريق الذي يربط السودان وجمهورية مصر العربية. جولة السودان التغت رئيس الغرف التجارية عصام الدين محمد الخير للمزيد حول معرفة ما هي الجهود المبذولة لفك الاختناق داخل المدينة. مرحبا بك. بخصوص العربات اللي هم قافلين الطريق، هم كانوا ناس البرادات والجرارات وكان مشكلتهم غير يعني بالنسبة للبسط، وهم ديل كانوا بيجوا فارغين طبعا من الولايات الثانية، من مدني، من القضارف، من كسلة، من عبرة، بحكم انه هم يشحنوا من وادي حلفة الى الولايات الاخرى، وكانت العربات المصرية بتجي محملة بالبضايع وتخش الجمارك، ولما تخلص من الجمارك كان بتجي تشحن لهم. لكن طبعا الاخوة التجار قد يروا انه التكلفة بالعربات المصرية اقل، وده بيعزيه انه بصراحه يعني تكلفه التشغيل بالنسبه للعربات السودانيه بقت عاليه جدا بامانه. يعني فالعربيه المصريه طبعا جايه بجهاز اخف وسعر ذاته اقل، والعربيه السودانيه طبعا برميل الجهاز 270، فمبلغ طبعا ما سهل وبيرفع التكلفه بتاعت الترحيل. وطبعا التاجر اكيد ما حيجيف مع المرحل السوداني يعني، والناغر الوطني فعلا يعني هو الان بقى يتدهور يعني، وده كله بالمناسبة للعامل الاقتصادي والحريب والتفاصيل بتاعت الحياة اللي احنا الان عايشين فيها. يعني انعكست طوال سلبا على 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 الناغر الوطني وعلى المواطن وعلى حاجات كثيرة جدا بالمناسبة. وانا والله بصراحة يعني ممكن أقول إخواننا عندهم قضية، ممكن أقول حتى زي دي، لكن ده كله بيرجع لإخوتنا المصريين. يعني فالإخوة في 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 الشقيقة مصر طبعا يعني الآن وقفت المسألة التأشيرة المتعددة، وقفت منح التأشيرة للناس الفوق للخمسين سنة، ودي كلها بالمناسبة عوامل حقيقة عطلت كثير جدا للناغر الوطني. هم الآن السائقين المصريين هم الآن سائقين العربات السودانية، ودي مشكلة كبيرة جدا بصراحة. يعني خلت السواقين السودانيين هم الآن عاطلين يعني قاعدين عن العمل. ونحن والله قدمنا الكلام ده للإخوة في الدولة ورفعنا لوزارة النقل، وللأسف الشديد لحد الآن نحن بصراحة ما لقينا استجابة إنه نحن يعني يدوا سواقيننا تأشيرة متعددة وحاجات بأنه تسهل على الأقل العمل. يعني المضايقة ذاته بالنسبة للبصات السودانية، لأنه في النهاية في بعض من البصات زول ياخد تأشيرة واحدة
ويخش ويجي راجع خلاص التأشيرة بتاعته انتهت، يبقى هو ما يقدر يمشي. أما سواء السائق المصري لأنه عنده تأشيرة متعددة وفي نفس اللحظة فوق 50 سنة هو ذاته ما عنده تأشيرة، المسألة بالنسبة له طبيعي يخش ويطلع زي ما بقوله طبيعي، وده بنعزيه على الحريات الأربعة. من الجانب السوداني الحريات الأربعة تماما متاحة، من الجانب المصري الحريات حقيقة ما متاحة بصراحة بالنسبة للتأشيرة تحديدا يعني بالمناسبة. ونحن هنا يعني حتى في القنصلية المصرية يعني بصراحة عشان تمشي تقدم ملفك وتقدم مستنداتك يعني حتى يعني بيطلبوا مستندات تعجيزية زي ما أقوله، يعني لا دخل فيهم أصلا يعني بالمناسبة عشان هم يطلبوا مستندات. يعني مثلا يقولوا لك والله نحن عايزين اسم عمل للشركة، يعني ما من حقهم أصلا هم يطلبوا اسم عمل. يعني أنا جاي داخل بلدك مفترض أقدم جواز، أقدم زي ما أقوله مستند بتاع بطاقة رقم وطني زي ما أقوله، يعني حاجات هي متاحة زي دي كده يعني. لكن المستندات الرسمية الحقيقة بتقدمها أنت في المعبر أنت خاشي، أو اسم العمل ده اللي بتقدمه فعلا لوزارة العدل في داخل السودان، هم الإخوة المصريين ما عندهم به حاجة. لكن هي المسائل دي بقت حاجات زي ما بقولوا يعني إخواننا المصريين يتعللوا بها ويضغطوا بها بالمناسبة السائق السوداني بالمناسبة. وأنا بصراحة والله بقول لك يعني السائق السوداني الآن قدام القنصلية يعني مسألة كده ما تتخيلها. يعني أنت الشركات دي بتجي يوم الأحد عشان تقابل الإخوة في القنصلية بيقولوا والله تعالوا يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء وبكامل مستنداته بيقولون تعال يوم الخميس بالمناسبة. فدي دي 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 كلها مشاكل بصراحة بتقابل السائق السوداني، وهم كونهم يقفلوا الشارع يحتجوا وهو ده ما عاجبهم بصراحة إنهم هم يعملوا الكلام ده يعني أصلا يعني، ولا في النهاية هو بيجيب حل. لكن نوع من الضغط ونوع من زي ما أقول الإنسان يعني فقد البوصلة في الحته دي عشان يلقى حل يعني بالمناسبه، فيترنح يمينا وشمالا عشان على الاقل في النهايه يلقى له حل ويحاول انه اموره تمشي بالنسبه للمصريين. انا والله في من الحته دي بناشد اخواننا المصريين وبناشد اخواننا في وزاره الخارجيه السودانيه والمصريه الاثنين، يعني يذللوا الإخوة السائقين، يستثنوا شريحة السائقين تحديدا، لأنه شريحة السائقين يعني هي بتنغل كان من ناحية اقتصادية بالنسبة للبضائع، من ناحية الركاب اللي هم يعني يخشوا جمهورية مصر العربية أو يطلعوا من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الديمقراطية. فبجد بالمناسبة المسائل دي مهمة جدا، يعني ليه؟ لأنه الحركة الاقتصادية ذاتها مهمة جدا بتسهيل الأمر للإخوة السائقين. أنا والله بناشد إخواننا إنه يسهلوا على في حتة زي دي، وبناشد إخواننا في وزارة الخارجية إنه يعني يتحدثوا مع القنصلية المصرية بوادي حلفة إنه يذللوا للإخوة السائقين يعني بصراحة. يعني فالإخوة في القنصلية المصرية التعامل شوية صعب جدا بالمناسبة، وحتى لو انت عايز تعكس رايك عشان انت تصل صعب جدا انك انت تعكس رايك. فمن المفترض الغنصل المصري يكون زول دبلوماسي ومتواصل ويكسب قاعدة شعبية كبيرة جدا بالمناسبة في التواصل. ليه؟ لانه دي شغلة دبلوماسية وبتربط شعبين مع بعض يعني. فمن المفترض الغنصل يكون هو يعني زي ما اقوله مرح بالصورة دي، ويكون متواصل اجتماعيا مع الناس ومتواصل زي ما بقول ويتلمس قضايا الناس يعني، حتى كمواطنين هم كمصريين او كمواطنين سودانيين، وفي النهايه هم الاثنين كواحد يعني بالمناسبه. انا بقول انه القنصل المصري بصراحه يعني غالق نفسه تماما، ونائبه كذلك غالق نفسه تماما، هم ما بيستمعوا للاراء ولا بيستمعوا للناس عشان يقدر يحلحلوا المشاكل بتاعت الاخوه الخارجيه يعني. فاتمنى انهم يعني يسمعوا، لانه هم نحن بنعتبرهم في بلدنا الثاني يعني، هي مصر والسودان في النهايه هي دوله واحده يعني.
فان شاء الله ربنا يوفق. ونحن طرحنا حلول انه يعني الشريحه بتاعت السائقين يعني زي ما هم شقاهم بيتمتعوا بالتاشيره والدخول من غير زي ما بيقولوا قيود، فكمان السائقين السودانيين يدخلوا كذلك من غير قيود ويستثنوا. والتاشيره بتاعت الشهر واحد بصراحه نحن يعني بنقول دائما الشريحه التاشيره لشهر واحد، كل مره انت تاشر كل مره انت تجي تاشر الجواز في النهايه بيتملي يعني. ونحن في ظروف بالغه التعقيد يعني، فالناس مفترض تستثنى الشريحه دي، لانه الجواز لما انت تاشر فوق تاشيره متعدده لمده 3 شهور او لمده 6 شهور حقيقه بيكون لها صدى اخر يعني، وبتخلي الانسان يتمتع بحريه التنقل في العمل يعني بالمناسبه بالنسبه للسائقين. انا والله شاكر جدا على انه اتحتوا لي الفرصه دي ان اوصل رساله مهمه جدا لشريحه يعني حقيقه الان هي حقها مخدوم مظلومه يعني بصراحه، ما قادره هي تتواصل ولا قادره هي في حته زي دي يعني، وناس برضو كمان هم يعني ربنا غدر لهم انهم يعيشوا من 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 عمل يدهم بالسواقه يعني. فزور سائق معناته عليه التزامات اسريه، عليه التزامات كثيره جدا بالمناسبه، وهو الان اصبح عاجز وعاطل عن العمل وما قادر انه هو يشتغل يعني. فاتمنى انه يعني الناس ينظروا في المساله دي عشان يحلوا القضيه المهمه دي والعاجله دي بصراحه يعني. انا شاكر جدا وبارك الله فيكم. بحديث رئيس الغرف التجارية بمدينة وادي حلفة عصام الدين محمد الخير، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل، إلى اللقاء.